الدوري على موعد مع لقاء يجمع بين فريقي الصقور وفريق البرانس. صفيرة هذا اللقاء بصفيرة الحكم الدولي عبد الواحد حرويدة يتوسط هذا اللقاء. عبد الله شدوية على تنفيذ الخطأ لمصلحة فريق البرانس. انتظار التنفيذ. كرة داخل منطقة الجزاء متابعة من دريس مصدق لمصلحة فريق الصقور. محارب لعب الكرة بقيادة المدرب حمد عبد الكريم والمساعد صلاح ابراهيم. هنا لقطة الإعادة للمتابعة من اللاعب فريق الصقور. والتعادل السلبي دون أهداف. كرة لمصلحة فريق البرانس. وخطأ لمصلحة الشيخ فولاني. جمال السادي حارس مرمى منذر الماجري جدل دو ومدرب الحراس المصري عادل الشوكي والمعد البدني محمد أبو طالب. الصقور متكون من أربعة لاعبين في انتظار تعود من جدار الصد. التنفيذ من عبد الله الشدوية كرة أمامية داخل منطقة الجزاء والمتابعة من دريس مصدق. الشيخ فولاني يلعب كرة عرضية. المتابعة من دفاع فريق الصقور. كلا ركنية لمصلحة فريق البرانس على يمين مرمى الحارس ادريس مصدق. تعود لمصلحة الصقور. يونس الصاوي في مراوغة أولى. الصاوي يعود بكرة عرضية. جوميز الهيبلو في المتابعة والكرة تطول. خطأ لمصلحة فريق البرانس في منتصف الملعب. فولاني تعود لمصلحة فريق البرانس. صالح العبد يتدخل. ابراهيم العبادي والتواجد لتسعة مدربين وطنيين في منافسات تصفية الصعود. تبادل كروي جيد بين الصاوي. كرة داخل منطقة الجزاء. فرصة ضاعت بشكل غريب. فرصة الهدف الأول ضاعت على عاشور شقلوف. فرصة الهدف الأول في الدقيقة 39. هجوم خطير تبع لقطة الإعادة. رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. التسديد تعود من طاهر العوامي والكرة تتهادى وتتهيأ أمام عاشور شقلوف. تبع لقطة الإعادة من إبراهيم العبيدي في مرة أولى في مرة ثانية. العبيدي محاولة العودة بهجوم معاكس والكرة تكون أقرب. والحكم يوجد ركلة جزاء. ركلة جزاء حسب إشارة الحكم الدولي عبد الواحد حريويدة. ركلة جزاء لمصلحة فريق البرانس بالكرة من إبراهيم الهيبلو باتجاه الخطير شدوية. تحصل على ركلة جزاء عبد الله شدوية. هنا لقطة الإعادة. المتابعة كانت من المدافع أو لاعب وسط الميدان. يتقدم يفشل. هذا هو حارس مرمى فريق الصقور دريس مصدق في متابعة جيدة لدريس مصدق. ركلة جزاء ضاعت على فريق البرانس وضاعت على المدافع نور الدين صالح. ترفع كرة داخل منطقة الجزاء. راسية المالي كونتي خارج الملعب. ركلة مرمى والتسديد من صالح العبد والمتابعة من دريس مصدق قائد فريق البرانس في التسديدة الأخيرة والتصدي لدريس مصدق. الأخيرة استلم باليسرى وسدد باليمنى ودريس مصدق في الإبعاد. خبرة لحارس مرمى فريق الصقور محمد أبو جزاء. يلعب كرة عرضية. فرصة لمصلحة الصقور. مخلص الماجري دوية في مراوغة وخطأ لمصلحة فريق البرانس. خطورة كبيرة لعبد الله شدوية. هنا لقطة الإعادة. شقلوف الخطير والمتابعة من طاهر العوامي. رفع الكرة على حافة منطقة الجزاء لمصلحة الصقور. التسديد كما جاءت والكرة خارج الملعب. وفي كل جولة ثلاث مباريات في كل مجموعة. هناك فريق راحة بالنسبة لهذه المجموعة. المجموعة الأولى فريق الوفاق جدابي يركن إلى الراحة بينما في المجموعة الثانية فريق قبل أشهر. ركلة ركنية مخلص الماجري عرضية. هدف عن طريق المالي. عن طريق المالي كونتي في الوقت الصعب يتمكن الصقور من إحراز هدف التقدم براسية المالي كونتي. هدف مقابل شيء مخلص الماجري
في وقت يصعب فيه التعويض. الصقور يتقدم بهدف دون مقابل في الوقت المبدد عن طريق لاعب وسط الميدان المالي كونتي. هنا لقطة الإعادة، كونتي يتمكن من خطف هدف التفوق، جاء في الوقت المبدد. هل يتمكن البرانس من العودة في النتيجة؟ في كرة ثابتة قد تكون الفرصة الأخيرة للبرانس. إدريس مصدق في بعض التوصيات، وإدريس مصدق بامتياز. ومع هذه الكرة يطلق الحكم الدولي عبد الواحد حرويدة صفيرة نهاية هذا اللقاء بفوز فريق الصقور بهدف دون مقابل. الهدف اللي جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المبدد براسية المالي كونتي، بينما أهدر فريق البرانس ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.